السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. وأخيرا وبعد طول انتظار وصلت الـ MGGT 2022 إلى منطقتنا. خلوكم متابعين أعزائي المشاهدين لهذا التقرير للتعرف على مواصفاتها والأسعار. ما شاء الله تبارك الرحمن، تصميم السيارة جميل جدا مثل ما تشوفون. بالنسبة للمواصفات الخارجية، تصميم المصابيح الأمامية مع الـ LED النهاري المزدوج، المصابيح الأمامية العالي والواطي من نوع الـ LED، تصميم رياضي مميز بالنسبة لشبك التهوية الأمامي باللون الأسود، والشبك عليه كاميرا الرؤية الأمامية مع شعار الـ MG، تنبيه ما قبل التصادمات وتنبيه الخروج على المسار. كل هذه المواصفات موجودة على الـ MGGT. الإطارات مقاس 215/50، أما مقاس الرنجات 17 باللون الفضي والأسود. إشارات الانعطاف على المرايا الجانبية، والمرايا الجانبية عليها كاميرا الرؤية الجانبية. مواصفة الدخول الذكي بدون مفتاح. فتحة سقف كبيرة الحجم. وهذه هي خلفية الـ MGGT. الإضاءة الخلفية ثلاثية من نوع الـ LED. ثلاث حساسات ركن على الصدام الخلفي. أسفل الصدام ديفيوزر رياضي مع منفذين للعادم. إضاءة منطقة اللوحات صفراء، كاميرا الرؤية الخلفية. نشاهد الآن مساحة الدبة. ١٠١ لتر هي مساحة الشنطة الخلفية في الـ MGGT. شنطة الإسعافات الأولية موجودة. وأسفل هذا الغطاء إطار السبير الاحتياطي مع وجود مثلث التحذير. ماكينة الـ MGGT مكونة من 4 اسطوانات توربو بسعة 1500 cc 1.5 لتر. قوة هذه الماكينة 170 حصان والعزم 275 نيوتن متر. تتصل هذه الماكينة بناقل حركة أوتوماتيكي دبل كلتش من 7 سرعات. هذه السيارة تعتمد على نظام الدفع الأمامي، وهذه الماكينة تقبل بنزين الـ 95. مثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين، مساعد رفع البونيت يدوي. بالنسبة لمعدل استهلاك الوقود، اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 18 كيلو 300 متر، والتقييم ممتاز، وسعة خزان الوقود 45 لتر. راحة الركوب في مقعد الصف الخلفي أنا أعطيها كتقييم 7/10. أما بالنسبة للمساحة أنا أشوفها ممتازة. هذه هي المساحة بيني وبين مقعد السائق، المساحة تعتبر ممتازة. أوكي، مواصفات ركاب الصف الخلفي. فتحة تكييف واحدة فقط، بالإضافة إلى منفذ USB لشحن الهواتف مع مساحة للتخزين بالأسفل. أوكي، تنجيد المقاعد من الجلد باللون الأسود والأحمر. ثلاث مساند للرأس لركاب الصف الخلفي، مع الأسف بدون مواصفة التكاية الخلفية. وين مكان الإضاءات؟ هذا هو مكانهم. كرسي السائق بتحكم كهربائي،
أما كرسي الراكب الأمامي بتحكم يدوي. أسمعكم الآن صوت تشغيل الـ MGGT وطبعا تشغيل السيارة عن طريق هذا الزر. بسم الله الرحمن الرحيم. اختبار مستوى العزل بعد إغلاق باب السائق. مستوى العزل جيد جدا، اختفى الصوت بنسبة 85%. بالنسبة لمواصفات السيارة الداخلية، عجلة القيادة مكسوب الجلد مع خياطات باللون الأحمر وتطعيمات باللون الفضي. اوكي، شيفتنج بدلز تبديل الجير خلف عجلة القيادة. هذه أزرار تصفح محتوى شاشة العدادات، وهذه أزرار التحكم بالجهاز السمعي والرد على المكالمات عن طريق البلوتوث. العدادات في MGGT عبارة عن شاشة مقاس 12.3 إنش. نشاهد محتويات هذه الشاشة: عداد قوة الأداء، عداد توقيت التسارع، وهذه معلومات الرحلة، قياس مستوى ضغط الإطارات، معدل استهلاك الوقود، قراءة وقياس مستوى قوة البطارية، بيانات معدل استهلاك الوقود. هذه الإعدادات الخاصة بالنسبة للمستخدم، قراءة الأنظمة المساعدة للسائق، وبالأخير هذه هي الرسائل التنبيهية. وبس، هذه كانت أبرز المعلومات الموجودة على شاشة العدادات. طيب، هذه هي الشاشة اللي تعمل باللمس، مقاس 10.2 إنش. هذه الشاشة مزودة ببرنامج الأبل كار بلاي وبرنامج الأندرويد أوتو، اختيار موجات الراديو، وهذه خيارات الجهاز السمعي. الجهاز السمعي مكون من 4 مكبرات صوت. تفعيل أو إلغاء الأنظمة المساعدة للسائق، تنبيه الخروج على المسار، وتنبيه ما قبل التصادمات. وضعية القيادة الاقتصادية إيكو، مانع لإنزلاق تراكشن كنترول، مع اختيار وضعيات نظام التوجيه، والتحكم باستقرار هيكل المركبة. إعدادات مكيف السيارة، اتصال الهاتف بالشاشة عن طريق البلوتوث. أوكي، مشاهدة الكاميرات المحيطية. هذه وضعية التودي، كاميرات الرؤية الأمامية، كاميرات الرؤية الجانبية، وهذه كاميرا الرؤية الخلفية، وهذا أسلوب 3D. أوكي، نتحكم بالتكييف أوتوماتيكيا عن طريق الشاشة، تشغيل المكيف مع اختيار سرعة المروحة. وهذا زر العودة إلى القائمة الرئيسية. أوكي، بالنسبة لمجموعة الأزرار الموجودة أسفل الشاشة، اختصار الوصول إلى التحكم بالتكييف، مزيل الضباب من الزجاج الخلفي، إطفاء وتشغيل التكييف، العودة إلى القائمة الرئيسية في الشاشة، والتحكم بمستوى صوت الجهاز السمعي. هذه فتحات التكييف مع إشارات التحذير الرباعي. بالأسفل، منفذ USB الخاص ببرنامج الأبل كار بلاي وبرنامج الأندرويد أوتو، منفذ طاقة 12 فولت، ومنفذ USB الخاص بالجهاز السمعي. مثل ما وضحت لكم، جير السيارة دبل كلتش من 7 سرعات. طيب، أحط الآن الجير ريوس علشان نشاهد تصوير كاميرا الرؤية الخلفية. أوكي، تشتغل الكاميرات المحيطية. أوكي، نكمل باقي المواصفات: مكابح التوقف الكهربائية، نظام الأوتو هولد، وهذه حاملات الأكواب، وهذه هي السدة.
بالنسبة لسلامة وحماية الركاب، السيارة يتوفر عليها وسائد هوائية كاملة، أمامية، جانبية، ستائرية. طبعا مواصفة مثبت السرعة موجودة في الـ MGGT. المواصفات عن يسار السائق: التحكم بمستوى ارتفاع المصابيح الأمامية، وعندنا أيضا التحكم بالمرايا الجانبية. أما على باب السائق، فتح وإغلاق النوافذ. طبعا المرايا الجانبية قابلة للطي كهربائيا. نشاهد الآن المواصفات اللي بالأعلى: مرآة الرؤية الخلفية بتعتيم تلقائي، هذا بيت النظارة، الإضاءات الداخلية صفراء، مع التحكم بفتحة السقف، هذه شماسة السائق عليها المرآة مع الإضاءة، شماسة الراكب الأمامي أيضا عليها المرآة والإضاءة، وبالأخير هذا هو الدرج لأمام الراكب الأمامي. وبس، هذه كانت الـ MGGT 1.5 لتر توربو 2022. الأسعار المذكورة الآن هي شامل الضريبة المضافة، 7200 ريال عماني، أي ما يعادل 70230 ريال سعودي، أي ما يعادل 18720 دولار أمريكي. يشمل هذه السيارة التأمين والتسجيل مجانا مع الخدمة المجانية لمدة 30,000 كيلومتر أو 18 شهر أيهما يسبق. أما ضمان السيارة فهو 6 سنوات أو 200,000 كيلومتر أيهما يأتي أولا. هذا هو اللون الرمادي على الـ MGGT. مشاهدة هذه السيارة على الطبيعة صراحة سيارة جميلة جدا. يبلغ وزن هذه المركبة 1318 كيلوغرام. سلطنة عمان هي دائما أول دولة تطرح فيها طرازات الـ MG على مستوى الشرق الأوسط، وهذا الاجتهاد ممتاز جدا من وكالة محسن حيدر درويش الوكيل الحصري لعلامة MG في السلطنة. إن شاء الله راح تكون لي تغطية مفصلة لطراز الـ MGGT 2022، راح أتكلم فيها عن كل تفاصيل هذه السيارة. بس أنتوا خلوكم متابعين أول بأول لمشاهدة جميع المقاطع على قناتي في اليوتيوب. هذا شكل مفتاح السيارة، فتح إقفال مع فتح الشنطة الخلفية. لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى، اشترك في هذه القناة. القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي راح ترضيكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، لا تنسوني من اللايك، اللايك حمسني للاستمرار. أتمنى أني كفيت وفيت من خلال هذه التغطية للـ MGGT 2022. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.